لك اتركنا من العالم يا زلمة. شوف لي على المسطرة اللي جاي. لك ومنو ما؟ لك هذا سليم ابن سعيد الحميماتي. شوف شلون خلاني ارجف. شلنا منه يا زلمة. هذا ابو سكرجي. بضل قاعد بيننا وياه. وبيت منافيخ. لك الله يخلصنا منهم. امين. مين اللي الله بده يخلصكم منه ولا انت وياه؟ وكأنك محموق كتير. والله يا صاحبي اللي فيه شوكة تنغزو. اللي بتنغزو لك يا واطي. هالمرة مرقت بقتلي بس وعزت الله وعزت الله. هزم المحكوم مرة تانية اطلع بروحكم. اسمعت يا يلا ضرب من هون ضرب من هون. لا خلص الصوت صار كثير منيح واضح. يلا الله معك الله معك شكرا. الله يعطيك الف عافيه. تفضل تفضل ارتاح. الله يعطيك العافيه. عاصم هات كاسه شاي. هات عندك عمي. ولو عمي هذا شغلنا. وهي بالنسبه للرقم صار عندك هون يعني موجود على الورقه. يا سيدي كاسه شاي لحظه استاذ حلوان التليفون. سلام عليك. السلام عليكم. يا عمي ما قلت لي ابن مين انت؟ يعني شو اسمك؟ عمي انا اسمي نزار. نزار الفاكهاني. فاكهاني والله والنعم. عمي كأنك بتعرف حدا من العائلة؟ معقولة بعرف. إلي صديق كان اسمه عز الدين الفاكهاني. عن جد عم تحكي؟ عز الدين الفاكهاني بيكون عمي لزم الله يرحمه. الله يرحمه. بتحكي عن جد إنه توفى عز الدين؟ إيه والله. قتلوه الفرنساوي هو ومرت عمي. حتى كانت معهم بنته انصفى بس ما عاد عرفت عنها ولا شيء. فجأة اختفت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنا رح نكتب كتابنا قبل الحادثة. يلا الله يحميها وين ما كانت. بس أنا ما رح أيأس. رح أضل دور عليها لحتى لاقيها. شو عندك هلا؟ ما عندي شيء. قوم اتحرك قوم اطلع معي هون. لوين عمي؟ قوم هلا بتعرف قوم. عطيب دير بالك على وين؟ امرك مالك؟ شرف عمي شرف تعال. الله يسامحك يا ابي. الله يسامحك خليت الكلاب تجيب معدلنا ومعدل عيلتنا. اهلين تقبرني؟ ايه يابا. فيك شيء؟ لا ما في شيء يابا ما في شيء. شو صاير معك؟ كله من ابي يامو، كله من ابي. خلى اللي بيسوى واللي ما بيسوى يحكي علينا بالعاطل. في اثنين ما بيسوى قشرة بصلة. حكوا على ابي وتعالقت معهم. رضاي عليك يامو. ما بدي تتعالق مع حدا هو. خلص يامو، ما عاد تتعالق مع حدا. انت بس دعيلي. يلا يلا. يلا.
تفضل عمي، تفضل عمي نزار. تفضل عمي شرف. الله يزيدك شرف عمي ابو حازم. شرف. يلا. يا الله. صوت نزار. هاد نزار. لك هاد صوت نزار ابن عمي انا بعرفه. نزار؟ ابن عمك انت؟ فوتي بنتي فوتي. فوتي هذه شبك بخبرتي بمحلك، فوتي وقفتينا ابن عمك، تفضلوا فوتوا فوتوا. مع اني رح ازعل كثير ايش كان هالبنت تركتنا وراحت، بس كمان فرحت لها من قلبي لانها لقيت حدا من اهلها. ايه والله يا مو، المهم تعرف وين قبر ابوها وامها والله خطي. الله وكيلك يا عمي ابو حازم، ما طمنت على صفا غير لما استدعاني الضابط الفرنساوي وسالني عن مكانها. يعني ساعتها عرفت انه عندنا ما لقطوها وانه هي صارت بامان ومتخبيه بشي بيت من بيوت الشام. بركب عمي ابو حازم. استغفر الله شو عملنا ولا ما عملنا شيء. سامحيني بنت عمي. بس والله والله انه كنت خايف اسال عنك يقوم الفرنساوي يعرف مطرحك. ورب العالمين بيشهد انا من يوم لهلا وانا ضايع ومالي عرفان شو لازم اعمل. الحمد لله اللي الله جمعنا بالاخير. الحمد لله. عمي ابو حازم بدي استعذرك نجي اليوم بالليل وناخذ صفا لعند منا على البيت. شوف عمي، انت ابن عمها وعمومها اولى فيها، بس بدك تسمع مني هالكلمتين. ايه تفضل عمي. هلا الفرنساوي وعوائنيته اكيد عم يحوموا حوالي بيوت العيله ويراقبوكم. إذا اكتشفوا إنها موجودة رح يمسكوها ويحاكموها. لا عمي شو ياخدوها ما ياخدوها؟ قسما بالله ما بياخدوها غير على جثثنا. ولك يا عمي أنا بعرف إنكم رجال وبعرف مرباكم، بس هالبنت عايشة بأمان هون عندي بالبيت، سبرة بسبر هالبنات. أخي أنا قلت اللي عندي، هي أنت وهي عمومة، اتفقوا وأنا جاهز. ما قصرت عمي أبو حازم. ما قصرت. انت لك برقبتنا دين كتير كبير، انت حميت شرفنا وصنت عرضنا وخبيت صفا عند منك، مع انك بتعرف انه هي جريمه كتير كبيره عند الفرنساوي وحتى ممكن توصل للاعدام. لك يا عمي انا ما عملت شيء. إيه لو صفا فادت على اي بيت من بيوت الشام حيعاملوها مثل ما عملت انا. دوشيش 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 ولك ما اسمخك. شو هاد فوزية؟ اشي بمسمس الروح. انتو ما بدي اخلقون؟ ما بتروحوا لعند الجيران بتضلوشكن بوش بعض؟ يو شبكي سكرية؟ عجد انك اكالي نكارة؟ لك مو هديك اليوم اخدتك لعند الضطفية؟ مرة مرة وما انعادت. ابي كفي وعدينك على احلى كرسي بالبيت. شو؟ هاي مرتي فوزية متخانقة مع ثلاث ارباع نسوان احنا الحارة، خاص نص هيجارتنا عم عصام ما بتحكي مع حدا. ابو بدر شو عم توتويت؟ ولا شيء، خفت عم بقول لها بركي بترجع بتلعب معها مني. خلص اختي لا تزعلي ولا على بالك تقبريني، بكره باخذك لعند ام حاتم مو على عيني. رح اقوم اعمل لك هلا كاسه زهورك تروقي دمك. بوعد يا كمون. ابو بدر شو رايك تاخذنا بكره على السينما؟ شو سينما؟ ما سينما عندي ثانيه. لا حتفتحي هاي السيره قدام فوزيه، مالي نسيان الطرن اللي عملت لي اياها اخر روحه تنذكر ما تنعاد. انا بحكي معها بخليها توافق. بس ارجعي العبي مع مني. يلا صفهم صفهم. وين الزهر؟ هياتو هياتو.